السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة، نتحدث اليوم عن قرار المحكمة الاتحادية اللي أوقف تمديد عمر البرلمان في كردستان بدورته الخامسة لعام آخر لكونه يقوض الديمقراطية بحسب النصوص الدستورية، ورغم حالة الصمت اللي بدت على أغلب الأحزاب الكردية القرار، إلا هاتف كفة السياسة قد تحرك الساكن منها بطلان جميع القرارات اللي تلت نهاية الدورة النيابية، ومنها ما يتعلق بالاتفاق النفطي، فضلا عن إعادة ترتيب الأوراق بين أحزاب كردستان بما يضمن وصول أسرع لموعد الانتخابات المقررة والمختلف على طريقة إجراها. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فسوف نعود إلى انتخابات الاتحادية والمحلية اللي ثبت موعدها أيضا نهاية العام الحالي، وعلى هذا الأساس تتواصل الاستعدادات الحكومية لترجمة نقاط الاتفاق نحو الميدان، التهيئة اللوجستية مصحوبة أيضا بجدل سياسي عن طبيعة الاصطفافات السياسية اللي راح تفرزها المتغيرات الحالية، واللي أيضا تنبئ بخارطة سياسية جديدة عن الشكل المعتاد، خاصة مع الدخول في العد التنازلي لموعد هذه الانتخابات. هذين الملفين راح نتناولهم في حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه، بهذا الملف ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ مهدي عبد الكريم عضو حزب الديمقراطي الكردستاني ضيفا كريما في الاستوديو، اهلا بك استاذ مهدي. وكذلك ارحب بالدكتور صابر اسماعيل السياسي المستقل يحدثنا عبر سكايب من اربيل. ضيوفا كرام، ابدا مع حضرتك استاذ مهدي، نتحدث عن وجهه نظر اربيل، كيف تنظر اليها وكيف تنظر هي اربيل بذاتها لقرار المحكمه الاتحاديه اللي افقد برلمان الاقليم الشرعية وفقا لمعطيات دستورية. بداية تحياتي لحضرتك ولقناتك ومشاهديك حياك المحترمين. حقيقة هي يعني القرار كان متوقع لدى حكومة اقليم كردستان ولدى القيادة في اقليم كردستان، باعتبار انه واحدة من الامور اللي لا تقبل الشك بها، وهي قرار محكمة اتحادية يعتبر بات وملزم اولا، وثانيا الظروف اللي كانت مع هذا القرار، هذا اولا. ثانيا يعني حقيقه هناك فقرتين، الفقره الاولى اللي ذكرتها جنابك هي ان تكون حكومه تصريف اعمال والاتفاقات اللي تمت لها. هناك اولا جنابك يعرف انه اولا الاتفاقات اللي جرت مع حكومة بغداد هاي اتفاقات سياسية تم الاتفاق عليها ضمن ائتلاف إدارة الدولة، وتم باعتبار هي مصلحة بلد كامل وليس فقط اقليم كردستان، وهي ملزمة لائتلاف إدارة الدولة التي انبثق عنها حكومة اللي بتوافق الجميع على اخراج هذه الحكومة، ومن اولويات برنامج الحكومي كانت هي تصوير المشاكل مع اقليم كردستان، ومن اولويات ايضا هذا التصوير هو قرار الموازنه وماده 140، كل المشاكل اللي تم الاتفاق عليها. وحقيقه خير ما فعل السيد محمد الشيعي السوداني باعتبار شخصيه جاده لها باع في هذا الامر ويعرف حيثيات كل هذه المشاكل اللي كانت موجوده. فتم اول خطوه هي قرار الموازنه، وقرار الموازنه تعرف ايش اللي صار، قصدي يعني انه هذه وحده من الاتفاقات السياسيه ان تكون ملزمه
أما القرارات الأخرى اللي تعتبر خلينا نقول عليها هي أصلا حكومة إقليم كردستان ورئيس إقليم كردستان حدد يوم الانتخابات يوم 18 بالشهر 11، وهذا كان يستوجب حقيقة من القرارات اللي انتهت الآن توقفت، وهي قانون انتخاب جديد ومفوضية، وهذه تم يعني شبه كان هناك اتفاق عليها، ولكن الأخوة اللي اعترضوا على هذا الأمر وقدموا اعتراضات من المحكمة الاتحادية هناك لديهم تخوف أولاً من عدم أولاً في إشراكهم بالانتخابات وعدم حصولهم على المقاعد التي لديهم الآن، هذا جانب. جانب الثاني بغيتهم وهدفهم هو تأجيل الانتخابات، لهذا السبب كان إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني أولاً بالتحديد موعد الانتخابات، ثانياً بتفعيل المفوضية. الآن رجعنا إلى نفس الآلية القديمة التي سيتضررون منها بقية المشاركين الذين اعتبروا هذا فد انتصار للديمقراطية، انتصار لكل شيء. أنا معك، بس ولكن في انتخابات هذا سيكون نفس القانون القديم الذي خسروا به، وهي قوائم الدوائر المتعددة إضافة المفوضية نفسها. ولكن هناك نقطة جدا مهمة، وهي أن هناك الآن لا من ضمن صلاحيات رئيس إقليم كردستان، باعتبار لا يجب أن يكون هناك فراغ، جهات معنية حكومية أو كانت مسؤولة على إقليم كردستان أن يجب أن لديه صلاحيات أن يشكل هيئة أو لجنة من أجل الإشراف على المفوضية مع مفوضية بغداد والمحكمة الاتحادية لإجراء الانتخابات التي مزمع أن تكون تقام في شهر 18 يعني هذا باب تعاون مع الحكومة الاتحادية ومع المحكمة الاتحادية. ولكن في طرف آخر دكتور صابر إسماعيل، وجد ترحابي بحضرتك، هنالك من يتحدث عن معادلة السحب الشرعية عندما تكون فيها المحكمة الاتحادية هي أحد الأطراف ولا يعتد أنها أو ينظر إليها بأنها طرف الموازنة بهذه القرارات القضائية. إذا كانت المحكمة الاتحادية هي طرف، من الطرف الآخر الخاسر في هذه المعادلة؟ الديمقراطي أم الاتحاد الوطني حسب وجهة نظرك؟ حقيقة أعتذر على تحياتي إلى الأستاذ المحترم أستاذ صابر، دكتور صابر إسماعيل. اسمع حضرتك دكتور صابر، يحييك الأستاذ مهدي عبد الكريم، والجواب لحضرتك دكتور صابر إذا أسمعني. إذا ماكو زحمة صوتك غير واضح، ما سمعك. نعم. يعني جيد. أعيد السؤال حضرتك، نتحدث عن معادلة السحب الشرعية، المحكمة الاتحادية هل ستكون طرف في الموضوع؟ الطرف الآخر من سيكون إذا كان متضررا من هذه القضية، الحزب الديمقراطي أم الوطني؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم مني التحية ليلي ونسبي قناتكم الأقر ومشاهديها الكرام وضيفك الكريم. في الحقيقة مسألة يعني قرار المحكمة الاتحادية ومن يتضرر بهذا يعني القرار، أظن أن في أقليم كردستان طبعا هناك حزبان، الاتحادي والديمقراطي، وربما لوجود يعني نوع من الخلاف بينهما حول أمور كثيرة طبعا تخصهما هذه الأمور، إلا أن قرار المحكمة الاتحادية في الحقيقة هذا القرار يعني إذا مثلا صدر الشعب الكردستاني هو الذي يتضرر أو هو الذي يعني يستفيد من هذا القرار وليس أي حزب، لأن لماذا مثلا الحزب الاتحادي أو الديمقراطي؟ والديمقراطي والاتحادي حزبان كردياني وربما لهما سلطة لفترة محدودة، ولو يعني هما منذ 1991 هما مثلا يحكمون يعني الأقليم أو يحكمون كردستان، ولكن على أي حال أن قرارات المحكمة الاتحادية حقيقة هذه القرارات تتم بعد دراسة عميقة ودقيقة. لا سمح الله لو كانت هذه القرارات سياسية، يعني هذه القرارات تؤثر على عموم الدولة، لا فقط على أقليم كردستان وإنما على عموم الدولة، فلذلك دراسة هذه القرارات وأيضا إصدارها، من مثلا يتضرر أو مثلا من يستفيد من هذا القرار هذا شأن آخر. دائما يعني شخصان يذهبان إلى القاضي أو إلى المحكمة للتحكيم
يعني اعتيادي احدهما يشعر بانه قد مثلا ظلم او بانه مثلا قد يعني خسر في المحكمه، ولكن ليس هناك خساره وهناك خطا. فمساله هذا القرار يعني صدر لاي سبب كان، انا لا اذكر سبب، ربما السبب سياسي، ولكن المهم قرارات يعني المحكمه الاتحاديه يجب يعني الا تكون سياسيه، وانما تستند قرارات هذه المحكمه الى الدستور العراقي. نعم. ونحن في اقليم كردستان لم نكن لنا دستور، لو كان لنا دستور ربما يعني تمكن الحزبان الرجوع الى الدستور في اقليم كردستان، ولذلك الان الذي يعمل به هو الدستور العراقي. ثم ايضا لا ننسى ان حتى لو نحن كتبنا دستور لاقليم كردستان يجب الا تخالف مواد الدستور مما جاء في الدستور العراقي في بعض القضايا، ولا سيما القضايا التي تخص مصلحة العراق العليا. فإذا ما راح يكون تضارب حتى لو كان مواد الدستور في كردستان، إذا تطالب بأن يكون هناك دستور لكردستان ولا لا تختلف مواده مع دستور الحكومة الاتحادية، ولكن على أي حال سيكون تضارب، يعني ليش راح يكون دستورين في العراق؟ صوتك ما اسمع جيدا. احيل هذا السؤال للاستاذ مهدي عبد الكريم، نسال عن الدستور في كردستان والدستور في الدستور العام، ونسال ايضا عن الاحزاب الكرديه استاذ مهدي، لما اتفقت على اجراء انتخابات برلمان كردستان لكنها اختلفت على الصياغه، طريقه الذهاب للاستحقاق، شلون راح يتم الاتفاق والبرلمان سحبت منه الشرعيه؟ وهذا الهدف من كلامي، هو باعتبار كان هناك نية اصلا لمناقشة المفوضية وقانون الانتخابات، كل هاي الامور اللي كان مزمع ان يصير الاتفاق عليها، باعتبار كان شبه اتفاق على اربع دوائر وتفعيل المفوضية خلال الفترة، باعتبار يحتاج الى 6 اشهر، ولكن الان انتهى هذا الامر بعد الان من حق البرلمان باعتبار جمد عمله وانتهى موضوعه. لهذا السبب ليس سوى أمام الكتل السياسية الموجودة في إقليم كردستان إلا الرجوع إلى القانون القديم، الانتخابات اللي مضت عليها الانتخابات الماضية، وإضافة المفوضية نفسها بدون أي تغيير حيكون. لهذا أنا اللي قصدت أنه سيتضرر اللي كان متضرر بها حقيقة. نعم. هذا الأمر من الأحزاب اللي تضررت كثيرا من هذا القانون، إضافة إلى أن هناك بعض المشاكل لدى أحزاب اللي موجودة الآن، انشقاقات داخل الأخوة في الاتحاد الوطني، أو إضافة إلى المشاكل الموجودة، هذا يؤثر على قاعدتهم على جماهيرهم في الانتخابات. هذا جانب. الجانب الثاني، حضرتك تعرف أنه يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني أو حتى الأخوة في الاتحاد عندما كان لديهم يعني أكبر المقاعد، فمن حقهم أن يكونون هم اللي لديهم رئاسة الوزراء والإقليم والوزارات بمشاركة الأخوة البقية من أحزاب التغيير إن كان، والأخوة في الجيل الجديد هم معارضين من البداية لا يرغبون المشاركة، الاتحاد الإسلامي، كل هاي هم مشاركين إن كان في الجانب التشريعي بالبرلمان وإن كان في حكومة إقليم كردستان. لهذا السبب أعتقد أنه يكون هناك الآن في هذه المرحلة الجديدة الكل ممتثل وقرارة المحكمة انتهى باتة، وستكون موعد الانتخابات هناك فقرة تضاف إلى باعتبار أنه أولا سجل الناخبين سوف يعتمد عليه، هذه واحدة من المشكلات اللي كان يجب أن مناقشتها داخل البرلمان الإقليم كردستان، سيعتمد على سجل الناخبين بالتعاون مع بغداد، إضافة إلى المفوضية في بغداد بالتعاون مع مفوض إقليم كردستان وبإشراف المحكمة الاتحادية، حتى مرت الثانية لا يقول أنه واحد يجي يقول يا بترى الانتخابات غير نزيهة، انتخابات مزورة، انتخابات شفافة غير شفافة، كل هذه الأمور سيكون أمام الأمم المتحدة، أمام المحكمة الاتحادية، أمام إشراف الجميع، وهناك تبين العبرات اللي ستكون إذا فاز بها مرت الأخوان. أنا متأكد من هذا الأمر باعتبار لديه قاعدة شعبية كبيرة في إقليم كردستان، حزب الديمقراطي الكردستاني هو الذي سيكون الأول بإذن الله تعالى، وبقية الأحزاب اللي عنده زود يطلع بالانتخابات بدون مناكفات، بدون اتهامات التفرد، اتهامات بالبيئة إلى آخره اللي تعلمنا عليها مع كل الأسف. طيب
دكتور صابر، نتحدث عن بطلان القرارات اللي تلت إنهاء المدة القانونية لحكومة إقليم كردستان وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال. يعني أن جميع الاتفاقات مع الحكومة المركزية باطلة، هل ستعاد صيغة الاتفاق أم هو الخيار المتاح لهذا المأزق؟ دكتور صابر تسمعني حضرتك؟ دكتور صابر إذا تسمعني جنابك؟ نعم بس صوتك ضعيف، يعني الهيدفون عدي بس ما يرهم له والله. طيب يعني يا ريت انه راح ألخص السؤال، يعني نتحدث عن بطلان القرارات اللي تلت إنهاء المدة القانونية لحكومة إقليم كردستان وتحولت بموجبها لتصريف أعمال، شنو الخيار للخروج من هذا المأزق؟ أظن تشويش على تلفزيونكم، أظن تشويش موجود، مو مسألة الصوت. المشكلة بالهيدفون، يا ريت إذا حضرتك تقدر تستخدم الهيدفون حتى يوصل صوتي بصورة صحيحة. هل سيضغط أستاذ مهدي هذا القرار على الحزبان الرئيسان نحو تفاهمات جدية تراعي المتغيرات المهمة على الساحة الكردستانية؟ نتحدث عن خيارات ما بعد قرار الاتحادية. أكيد، باعتبار أنه قبل، بس ما أجابك على هذا السؤال، أقول أنه أنا ذكرت جنابك الاتفاقات السياسية ملزمة على ائتلاف إدارة الدولة اللي تم اتفاق عليها، وما ممكن العودة إلى المربع الأول، باعتبار أنه أقرار أو قوة الشعب والموازنة تعتمد على هذه الاتفاقات اللي تمت بين حكومتين، بين إقليم كردستان بشكل عام وبشكل خاص مع حكومة المركز. هذا جانب. الجانب الثاني، أكيد هناك حراك الآن، يعني حقيقة خلال اليومين القادمين هناك قيادة حكيمة ممكن تحتوي هذه الأزمة، ومن أجل إنهاء هذه الأزمة ولملمة الشتات الأحزاب الكردية المتواجدة في إقليم كردستان، من أجل أن يكون هناك رؤية واحدة وقراءة يعني مشتركات موجودة من أجل مصلحة أولا شعب إقليم كردستان والعراق بشكل عام، باعتبار أي تأثير وأي تأثيرات على استقرار إقليم كردستان سوف يصب يؤثر على استقرار العام بشكل عام على العملية السياسية. لهذا السبب خلال، وهناك فعلا يعني البارحة كانت دعوة من القيادة في إقليم كردستان على عقد اجتماعات مع هذه الأحزاب المتواجدة في إقليم كردستان من أجل حل هذه الإشكالات. طيب هنا هل راح يدخل البرلمان الاتحادي والحكومة المركزية راح يدخلون لحل إشكالات العملية الانتخابية في الإقليم برأيك أستاذ مهدي؟ إحنا بحاجة إلى رأب الصدع بين الأحزاب الكردستانية سواء من الناحية القانونية أو حتى الناحية السياسية. أكيد، أنا ذكرت جنابك أنه أولا هناك تعاون مع اللجنة اللي سوف تشكل أو الهيئة للمفوضية في إقليم كردستان مع مفوضية بغداد، هذا واحد، مع المحكمة الاتحادية أيضا هناك مساعي من حكومة من سيد محمد الشيع السوداني من أجل المساعدة في حل حالة هذه المشاكل الموجودة في إقليم كردستان، لأنها لا تصب في مصلحة العملية السياسية برمتها. وأتصور الأيام القادمة ستكون باب لحل حالة هذه المشاكل، وأكيد يعني إن كان في تدخل برلماني إن كان تدخل حكومي من بغداد من أجل المساعدة في حل هذه المشاكل. طيب نتحدث أيضا عن بطلان هذه القرارات التي تلت إنهاء المدة القانونية لحكومة إقليم كردستان وتحويلها لتصريف أعمال، نتساءل عن الاتفاقات مع الحكومة المركزية، هل تعد باطلة؟ هل راح تعاد صياغة لهذه الاتفاقات؟ شوف، ذكرت جنابك انها هي اولا هي اتفاقات خلينا نقول سياسيه، باعتبار انه هناك ائتلاف اداره الدوله اللي انبثقت من عند هذه الحكومه، واضافه الى الظرف الحالي اللي مر به البلد، اضافه الى ان هناك الشعب العراقي بشكل عام ينتظر قوته وهو الموازنه، كل هاي ما ممكن ان ترجع الى مربع الاول، ولكن هناك ممكن اعاده كتابة الصياغة إلا بهذا هم راح يأخذ وقت أكثر،
وهذا ليس من صالح العملية السياسية بالذات لحكومة السيد السوداني باعتباره حكومة خدمات، والحكومة إذا تريد تنجح يجب أن يكون لديها أموال من أجل العمل على نجاح المشاريع المتلكئة، تقديم خدمات بالفعل، وهو ما يقوم به السيد السوداني خلال الفترة الماضية ونجح بها. لهذا السبب هذه الاتفاقات تعتبر يعني وجهة نقول سياسية قبل ما تكون قانونية جنبة، باعتبار أنه تم الاتفاق عليها من جميع الأطراف اللي موجودة في ائتلاف إدارة الدولة اللي هي طلع من رحمها هذه الحكومة. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مهدي عبد الكريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أثريت الحوار في هذا الملف. وأشكر الدكتور صابر إسماعيل السياسي المستقل، انضم معنا عبر سكايب من أربيل، وكنت أتمنى أن أستثمر وجوده لو كان الصوت بدرجة أوضح. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. مجددا حياكم الله في هذا الملف، ارحب بضيفي الكريمين الدكتور زياد العرار الباحث في الشان الاستراتيجي، حياك الله دكتور، وكذلك ارحب بالاستاذ دريد توفيق الخبير في شؤون الانتخابات. ضيوفا كرام، دكتور زياد، نتحدث عن موافقه مجلس الوزراء على توفير متطلبات الانتخابات المحليه من متطلبات لوجستيه وغيرها وتخصيصات ماليه، هل هذا الموضوع منح نقطه ضوء في اخضر اخرى لموعد الانتخابات المحلية وأن تكون توقيتاتها المعلنة وإن كانت أولية راح تكون هذه التوقيتات ثابتة؟ شكرا جزيلا أستاذ أحمد، تحية لحضرتك وللضيف الأستاذ دريد والمتابعين الكرام. بالتأكيد زيارة رئيس الوزراء يعني إلى المفوضية ومجلس الوزراء ومتابعته لإجراءات المفوضية هي تأكيد لتثبيت موعد الانتخابات، وبالتأكيد هي تأكيد لأن الانتخابات ستجرى، لأنه لا الوضع العام الداخلي ولا الوضع العام الخارجي المساند للوضع العام في العراق يرغب بأن يتم تأجيل الانتخابات، على اعتبار أن هذا الموضوع دستوري ومجالس المحافظات استحقاق شعبي وهي يعني جهة رقابية موجودة بالدستور، يجب أن يحل هذا الأمر. فبالتأكيد القوى السياسية مقتنعة مع أنه بعضها يرغب بالتأجيل، لكنها مقتنعة جميعا على ضرورة إجراء هذه الانتخابات. الآن تعرف حضرتك والمتابع الكريم أكو إشكالية في عمل الحكومة، يعني الحكومة عندها مشكلة بالموازنة، لأن مجلس النواب صار 3.5 أشهر أو 4 أشهر ما أقر الموازنة، قبلها هي الموازنة أخذت لها فترة بالحكومة يلا أرسلت. فبالتالي أن يعطي مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء بشكل مباشر الدعم للمفوضية المالية والمعنوية والدعم اللوجستي هو تأكيد على أنه الانتخابات ستكون في موعدها، وأن الحكومة تقدم ما تستطيع حتى لا يتوقف عمل المفوضية، لأن التأخير في عمل المفوضية سيؤدي إلى التأخير في الانتخابات أو ما راح يوفر أجواء الانتخابات، وهذا مو شيء جيد، لأن احنا بحاجة إلى أن نجعل ونزرع ثقة المواطن في الانتخابات المقبلة على الأقل، حتى إذا عادت ثقته بالانتخابات المحلية تكون بداية للشروع بالعودة لثقة المواطن بالانتخابات النيابية. طبعا مو سهل نعيد ثقة المواطن، لكن على الحكومة أن تتخذ ما عليها وعلى المفوضية أن تقوم باللازم. أستاذ دريد، وجدت رحابي بحضرتك، ومع الجدول العملياتي اللي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هل تقرأ بأن هنالك تحركات سياسية بارزة، اصطفافات جديدة تتسابق نحو العد التنازلي اللي بدأ، وهنالك أيضا ملزمين بتوقيتات تسجيل المرشحين، إعلان الجاهزية وغيرها من هذه المسائل؟
مساء الخير على جنابك وعلى ضيفك الكريم وعلى مشاهديكم الكرام. حقيقة كل انتخابات بالعالم تحتاج إلى شيء اسمه الجدول العملياتي اللي هو الجدول الزمني اللي تقرأ المفوضية. طبعا قررت المفوضية هذا الجدول، وكان آخر زيارة للمفوضية في مجلس النواب مع جلوسها مع الدائرة القانونية أو اللجنة القانونية، كان الحديث حول هذا الجدول العملياتي وأيضا بعض التحديات اللي موجودة ما اللي جعلتها القانون الانتخابات جزء من عندها، واللي أبرزها هو التصويت حول البطاقة البيومترية حصرا، هذا كيف راح يتعامل وياه. لكن الجدول اللي تتكلم عنه جنابك هو جدول مبني على أساس فني، فبالنتيجة ملزمة المفوضية بتنفيذ هذا الجدول وفق قانون الانتخابات اللي نص على أنه موعد الانتخابات هو في نهاية شهر 12. بالنتيجة اليوم هذا التاريخ هو مقر بالقانون، والكل مثل ما قال ضيفك الكريم أنه القوى السياسية كلها مقتنعة بالعمل وهو حق دستوري ويجب أنه نمضي باتجاهه. لكن بقت موضوع التحديات في جدول الزمني، أنه اليوم على المفوضية أن تتعامل في موضوع إصدار الهويات البيومترية بالسرعة الممكنة، وهذا الموضوع حقيقة يتحمل المواطن جزء من عنده، وبالأخص المواليد الجديدة اللي أقصد بها من 2001 إلى غاية 2005، لأنه هذه المواليد لم تصدر لهم بطاقة قصيرة الأمد، مباشرة تصدر لهم بطاقة بايومترية. فأنا بصراحة استغل هذا المنبر أنه أوصل لهم رسالة، مشاركتكم مقترنة بتحديث بطاقتكم البيومترية واستخراجها، وصوتكم مهم جدا لدعم العملية الديمقراطية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى التعزيز المالي الحمد لله انحلت مشكلته بعد إصدار قرار الحكومة بدعم المالي لهم. الجدول العملياتي ماشي. ناهيك اليوم الاصطفافات السياسية يجب أنه تكون موجودة، لأنه النظام الانتخابي هو أصلا معد لا يتعامل مع أشخاص بل يتعامل مع قوائم، وكلما كان القائمة مليئة بالكيانات السياسية تمتلك قوة جماهيرية كلما كان لها حظوة بالحضور بالمقاعد، فبالنتيجة على الكيانات السياسية أن تصطف وأن تتحد وتوحد صفوفها، ولسببين: مرة لأنه حتى يتفوز، ومرة حتى توحد الصورة أمام الناخب حتى هنا يكون عندنا معارضة وحكومة، بدل ما يكون عندنا تشتت صوتي، وهذا ما راح ينفعنا في شيء، وراح يكون حتى الحكومة المحلية ضعيفة، وإحنا شفناها بالنيابية لما كان عندنا عدد أصوات كثير فائزين كثر لكن ماكو جدوى أنه يحققون شيء، تكتل سياسي كبير، وهذا أخذنا فترة طويلة، واليوم الموازنة ما موجودة بسبب هذا الموضوع. نتحدث يعني عن المشاركة المتوقعة دكتور زياد للكتل الناشئة والمنبثقة حديثا في هاي الانتخابات المحلية، هل راح تزيل يعني راح تنزل منفردة أم أنها ستتحالف مع تشكيلات قديمة؟ ويعني احنا شفنا المتغير كان في الانتخابات النيابية حسب ذاك القانون بأنه كان حصة للمستقلين، في سانت ليغو 1.7 شلون راح تكون المعادلة؟ أستاذ أحمد، يفق هذا النظام بالتأكيد لا بد من أن تكون هناك قوائم، وقوائم متوسطة، لأن تعرف القائمة الكبيرة لن تأتي بعدد كبير ولا القائمة الصغيرة، فبالتأكيد راح تكون هناك تحالفات. المشهد لحد الآن يقول بأن هناك تحالفات للصقور مع بعضهم، وهناك تحالفات للكتل الجديدة أو عفوا للأحزاب الجديدة للحركات الجديدة مع بعضهم، وهناك تحالفات مزدوجة ما بين القديم والجديد، وهو الأكثر شيوعا في أكثر المحافظات العراقية، لكن لحد هذه اللحظة لم تتضح الرؤية التامة لطبيعة التحالفات. لكن تعرف بدأت المنافسة يعني بشكل كبير وواسع في المحافظات السنية منذ حوالي شهرين، والآن بدأت في بعض المحافظات الشيعية أو في بغداد أيضا بدأت من خلال قائمتين أو ثلاثة أو حزبين كبار. أستاذ أحمد، أكو مسألة مهمة أريد أتحدث مع حضرتك بها، وهي أنه مسؤولية القوى السياسية أن تساند مفوضية الانتخابات، ومسؤولية منظمات المجتمع المدني والمفكرين والإعلاميين ووسائل الإعلام
أن تساند المفوضية في عملية تحديث البطاقات البايومترية التي تسمح لصاحبها بالاشتراك بالانتخابات. ليش؟ حتى نزيد عدد اللي لهم حق التصويت ونحصل على عدد أكبر بالمشاركة، لأنه إذا بقت الوضع على ما هو عليه الآن قد تكون المشاركة نفس الانتخابات البرلمانية السابقة 20%. جمهور ثابت، وهذا ما راح يسوي يعني تعديل. احنا عندنا إشكاليات بالمشهد العام في العراق كبيرة كبيرة جدا. نعم عندنا فشل كبير، خلل كبير، لكن عندنا أيضا إيجابيات. يجب أن نسلط الضوء على الإيجابيات ونعزز دور المفوضية، نساندها على الحكومة، على الأطراف السياسية. أنا ليش أقول الأطراف السياسية تساند المفوضية؟ لأن هي ممكن توفر عمليات النقيل وعمليات تهيئة مراكزها لاستقبال الناخبين المشمولين بالبطاقة البايومترية، أم الصورة خلنا نقول، حتى يروح يشترك بها المواطن. إذا ما وفرنا هذه البطاقة إلى المواطنين، يعني عندنا بعض المحافظات ترى نسبة التحديث للمشترك بها المشمول ما يتجاوز 30-40%، بالتالي ما راح تكون نسبة مشاركة كبيرة. وإذا ما حصلت نسبة مشاركة كبيرة ما سوينا شيء، راح تبقى نفس التشكيلات السياسية ونفس الموضوع، وهذه التشكيلات السياسية مختلفة فيما بينها. لذلك أنا أدعو حقيقة ومن خلال قناتكم الكريمة ومن خلال برنامجك القوى السياسية إلى أن تنظر للأبعد. السيناريو الأبعد يقول بأنه يجب أن تكون نسبة المشاركة عالية. تكون هذه النسبة عالية إذا ما قدم الدعم اللوجستي والدعم العيني من خلال التعاون مع الجماهير للمفوضية لكي يتم تحديث بطاقات الناخبين في أعلى نسبة ممكنة. طيب، هنا تحدث الأستاذ دريد، يعني أشار الدكتور العرار على قضية منظمات المجتمع المدني بكل تفاصيلها، وخلي نروح إلى المنظمات الأممية المنظمات الدولية. شلون من الممكن الاستفادة ومدى هذه الاستفادة من هذا المجتمع المدني لتعزيز خلق، أو المجتمع الدولي لتعزيز خلق التفاعل المستدام اللي يصل بالانتخابات إلى النجاح بالسلام؟ بداية خلينا نعرف أنه هناك نوعين من الرقابة، مرة تكون رقابة على أساس وكلاء الكيان السياسي، ومرة تكون الرقابة على أساس منظمات المجتمع المدني. وهذه الرقابة المنظمات المجتمع المدني تنقسم إلى قسمين، منظمات محلية ودولية. دائما المنظمات الدولية حلو أنه تكون موجودة وحاضرة وتنقل فد رسالة اطمئنان للعالم حول الحكومة، سواء كانت محلية أو كانت نيابية الانتخابات وهذا الجو، لكن حقيقة لا تكون مؤثرة وإلها دور بارز مثل منظمات المجتمع المدني المحلية. بسبب أنت تعرف العراق آخر انتخابات كان بحوالي 57,944 صندوق انتخابي تقريبا. لما تتكلم عن 57,000 صندوق، ماكو منظمة بالعالم دولية عندها قدرة أن تنتشر على هذا، لكن المنظمات المحلية عندها قدرة تنتشر على هذا الحجم. إذن اليوم تعزيز دور المنظمات مثل ما أشار الضيف الكريم حول أهمية المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع بحث الناخبين هي أهم أصلا من المفوضية في هذا المجال. ليش؟ لأن المفوضية واجبها الحقيقي أن توفر لك صندوق انتخابات، توفر لك ورقة اقتراع، توفر لك بطاقة ناخب، لكن موضوع المشاركة هو موضوع وفق الدستور، هو حق وليس واجب. بالنتيجة ما تقدر تفرض للمواطن أنه يشارك بالانتخابات. طيب، تثقيف دور التثقيف اللي تقوم به المنظمات المجتمع المدني هو المهم. خلي بالك في النقطة كلش مهمة أريد أوصل لك إياها. هل تعلم أنه دائما مع بداية العملية الانتخابية هناك من يطلع ويشكك بالنزاهة الانتخابية ويشكك بدور المفوضية؟ ولسبب كلش مهم، حتى يسوي عملية ركود عند الناخبين، وتبقى بعض الكيانات اللي هي تمثل جزء بسيط راح تكون أغلبية. لذلك هذه لعبة من اللعب الفنية اللي تقوم بها. على الناخب أن يكون أذكى من هذا الشيء، ويكون موجود في صندوق الانتخابات صوته، ويكون أيضا رقيب. ناهيك اليوم أنت إذا ما عندك، خلينا نقول أنه اليوم فاقد الثقة بالعملية الانتخابية أو فاقد الثقة بنجاح العملية الثقة، طيب شو تسوي؟ هل تعلم أنه الانتخابات هي عمل جماهيري وليس عمل مؤسسي؟ لأنه آخر انتخابات كان عندك 309 ألف موظف يوم اقتراع. بالنتيجة من تجي تقارنهم بعدد موظفين المفوضية، هذا حوالي 6000 موظف. تشوف الفرق الكبير، انت تطلع من بيتكم تروح المدرسة تنتخب بيها، طب للصف اللي تنتخب بيها، هذول كلهم موظفين يوم اقتراع. بالنتيجة تعزيزك انت ان تكون موظف يوم اقتراع، او تكون مراقب، او تكون وكيل الكيان السياسي اللي انت ترغب في ان يفوز،
هذا يعزز دور نجاح العملية الانتخابية، هذا اللي يكون داعم حقيقي للمفوضية وداعم حقيقي لاستقرار الديمقراطية. وخلي ببالك بعد 2003 ماكو تغيير بالشكل الخارطة السياسية إلا عن طريق صندوق الانتخابات. نعم. وهذا ما نتأمله. طيب العامل الخارجي دكتور زياد، هل راح يترك بصماته في تشكيل القواعد الانتخابية، سواء في الالتئام، الانعزال، تشكيل التحالفات والكتل، أما أن الخارج يعتبرها محلية صرف ولا وزن لها في ميزان الخارج؟ استاذ احمد، اكو يعني اسقاطات اقتصاديه كبيره على الداخل العراقي، فالعامل الخارجي لا راح يكون موجود بالتاكيد، يعني يكون موجود هو بكل الانتخابات، لان تعرف الدعم الخارجي موجود للقوى السياسيه لاغلبها يعني، فبالتاكيد يتدخل في عمليه التحالفات، في عمليه تجميع الاضداد احيانا او الغير متقاربين، موجود هذا، لان المشهد العراقي، العراق بشكل عام هو ساحه استثماريه كبرى، فتتصارع عليها الدول الاقليميه والعالميه لكي تجد لنفسها فرصه في المستقبل. تعرف هذه مجالس المحافظات راح تكون هي المسؤوله عن عمليه رسم السياسات الاقتصاديه في المحافظات العراقيه، وكل محافظه بها قصه استثماريه بحد ذاتها، سواء كانت بتروليه، غازيه، زراعيه والى اخره. انا بدي اتحدث يعني مع حضرتك بهذا السؤال، يعني اضافه للتدخل الخارجي، هناك استهداف ل مجريات تتعلق بالدولة، يعني بعض القوى السياسية وبعض الأحزاب وللأسف الشديد ما تفرق بين العمل السياسي والاستهداف السياسي أي المنافسة السياسية وبين استهداف الدولة. لا، اللي يستهدف الانتخابات بأنه يزرع الشك بالمواطن بأنه ماكو تغيير وماكو فايدة، هذا استهداف لدولة، مو فقط لملف الانتخابات، استهداف للدولة العراقية بملف الانتخابات. وهسه احنا عندنا هواية اشياء تشوفها، هذا طريق الحرير والاتفاقية، طريق التنمية، يعني هذا الخلط اللي صار الأسبوعين، وانت تشوف الأزمة اللي مشتعلة بوسائل التواصل والقنوات والمحللين والمراكز البحثية وغيرها وغيرها. يجب ان يكون هناك رؤية بأنه عملية استهداف مشروع يخص الدولة هو استهداف للدولة، هذه السلة الغذائية واستهدافها وانه ما سوت شيء واكو بها فساد واكو بها كذا، هذا استهداف للدولة. هناك من اغاضته بعض المشاريع التي نجحت، طريق التنمية هذا مشروع، خلي نقراه بشكل يعني تفصيلي حتى نقول هل هو جيد او مو جيد، ما يصير يجي رأسا استهداف سياسي وهذا الطريق مو صحيح وهذا التوقيع مو صحيح. السلة الغذائية ما يصير نقول لا ما سوت شيء، شلون ما سوت شيء، وهذا حتى الوكيل صار تحت الانظار ومراقب. اذا يجب ان تفرق القوى السياسيه بين الاستهداف السياسي واستهداف الدوله. اهم ملف لاستهداف الدوله هو الانتخابات. يمكن راح تقول شلون يعني يستهدفون الدوله بالانتخابات، اذا المواطن عزف عن الانتخابات وما شارك بالانتخابات وبقت نسبه المشاركه متدنيه، يعني المواطن ما مؤمن بالعمليه السياسيه وما محترم اطراف العمليه السياسيه. هسه هو ينتقدها، احنا ننتقدها، وكلنا دا نحكي، وهاي قناتكم ما شاء الله يعني مسجلت لنا كل اللقاءات، ما خلينا واحد ما حكينا عليه بالانتقاد البناء وليس بالانتقاد اللي يستهدف الدوله. ملف الانتخابات يجب ان يكون بمرحلتين، انا رايي المرحله الاولى هي ان نقف مع المفوضيه بالحكومة والقوى السياسية والمجتمع ومنظمات المجتمع المدني لندعم المواطن في عملية تحديث البطاقة البايومترية ليكون قادر على الذهاب والإدلاء بصوته. والمرحلة الثانية أستاذ أحمد أن نذهب للتحشيد ليوم الانتخابات حتى تكون المشاركة جماهيرية عندها راح نأسس لرؤية جديدة تصنع المشهد السياسي بشكل مختلف، وهذا مهم جدا حتى نحمي الداخل من التدخل الخارجي اللي سألت عنه حضرتك. طيب أستاذ دريد، يعني الوقت المتبقي لموعد الانتخابات هل هو كافي للمفوضية للقيام باستعداداتها الفنية واللوجستية، خاصة مع عدم وجود موازنة لغاية الآن؟ بصراحة الوقت كافي، ولسبب أنه هذا القانون الانتخابي اللي نتكلم عنه التعامل به أسهل من القانون السابق. ليش؟ لأن اليوم دوائر انتخابية راح تكون 18 دائرة بدل 84 أو 83 دائرة انتخابية، راح تتعامل مع كيانات سياسية، ما راح تتعامل مع مرشحين. اليوم التحالفات هي التي ستوثق أسماءها في ورقة الاقتراع، إذا عملية طبع ورقة الاقتراع أسهل، راح تطبع 18 ورقة اقتراع بدل ما كانت أنه تطبع 83 ورقة اقتراع. بتشوف هذا كل الأمور الفنية تكون أسهل أبسط، حتى الآلية الانتخاب راح تكون أسهل، بأنه أنت تروح قبل على الكيان اللي تريده وعلى رقم المرشح اللي انت تختاره، هذه هم راح تكون ابسط.
العملية اللوجستية المفوضية مستمرة بها، يعني بالمناسبة اليوم المفوضية بدأت بكثير من الأمور اللي هي مسويتها في ضمن جدولها الزمني، أنه فتحت باب التحديث، بدأت التعاقدات مالتها، بدأت تتواصل مع الشركات الفاحصة، قانون الانتخابات حقيقة بكثير من الأمور الرصينة اللي راح تخلي العملية أكثر أمانا وأكثر استقرارا. الوقت جيد ملائم، وحقيقة أنا أشوفها يعني الأمور ماشية بالخط الإيجابي لحد هذه اللحظة. طيب دكتور زياد، نتحدث عن حسب قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات اللي يجب أن تجري في موعد ما يتجاوز الموعد المقرر بشكل أولي، هو 20 من شهر كانون الأول من عام 2023. هل نحن أمام توقيتات ملزمة لو إحنا من الممكن أن نعبر في حال حدوث بعض المناكفات السياسية؟ يعني إذا عبرت القوى السياسية الموعد وما ذهبت إلى الانتخابات إلا بحجة قوية أو سبب قوي مقنع، أعتقد أنها يعني تجازف بالمشهد العام وتجازف بعلاقتها مع الجمهور، وهي أصلا علاقة ركيكة تعرف، يعني مو كلش القوى السياسية علاقتها مع الجمهور، وهي أصلا أكثر القوى السياسية حتى تنظيمات ما عدا يعني يعني جمهور الانتخابي الساعة. فأنا أعتقد هي ملزمة، يعني إلى حد كبير هي ملزمة، وأعتقد أنه هناك يعني فرصة لأن تكون هذه الانتخابات مميزة. نحتاج إلى أن تدعم المفوضية، نحتاج إلى أن تدعم الجهود الرامية الحكومية لإقامة الانتخابات في موعدها، وأن لا نذهب إلى التأجيل. لا أعتقد هناك مصلحة في التأجيل، لا أعتقد أن هناك نية لدى القوى السياسية في التأجيل، مع الحديث من بعض الأطراف عن نية أو عن رغبتها بالتأجيل، لكن أنا أعتقد بأن الغالبية ليست مع التأجيل، ولا أعتقد بأن المجتمع الدولي سيؤيد التأجيل، لأنه إحنا طالعين من مشكلة تشكيل حكومة على رؤية وعلى طريقة المحاصصة. هذا من ناحية سياسية، ولكن المفوضية طلبت 300 مليار دينار لتغطية تكاليف العملية الانتخابية المحلية، ولكن دكتور لغاية الآن لم تقر الموازنة، وأشار إلى قضية عدم إقرار الموازنة الأستاذ دريد، ولكن من ناحية سياسية هل يهدد هذا التوقيت الاستحقاق الانتخابي؟ التوقيت إذا ما تم يعني نعم يشكل يعني عقبة أمام المشاركة الانتخابية، لكن الموازنة حتى وإن لم تقر للحكومة يعني آليات الصرف، ممكن أن تصرف المفوضية بطريقة المنح أو الاقتراض لحين ما تقر الموازنة، وأنا أعتقد بأن الموازنة ستقر قريبا، لأن المشكل على الاتفاق السابق والتعديل اللي حصل على وضع الوضع المالي في الإقليم، إقليم كردستان، أعتقد أنه سيحل بالعودة إلى الاتفاق السابق الأول، يعني ما أعتقد أكو تعديل. يعني التعديل اللي حصل يعني يرفع بحسب المعلومات، لأن هناك ورقة اتفاق سياسي ملزمة لكل الأطراف، وأعتقد بأنه لسنا بحاجة أو وضعنا على ما نقول بالعامية جلدنا ما يتحمل بعد إشكالية أستاذ أحمد، ما نتحمل رقلة أخرى، يعني ماكو داعي، اكو ورقة اتفاق سياسي، على الأقل خلي تمضي هذه الورقة بمراحلها الأولى، ونذهب إلى التفاهمات ونذهب إلى تنفيذها. والموازنة هذه تخص الجمهور العراقي، الشعب، الأمور كلها متوقفة، يعني حتى واحدة من أسباب ارتفاع الدولار هي هذه أيضا الموازنة، مشاريع كثيرة متلكئة. زين كيف راح تحاسب هذه الدول الحكومة وهي لم تقر الموازنة؟ كيف هي حكومة خدمات والموازنة لم تقر معطلة من القوى السياسية؟ أعتقد بأنه التوقيتات السياسية والرسمية للانتخابات ستكون في محلها، ولن يذهب أي طرف إلى التأجيل، لأن فيه مجازفة كبيرة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور زياد العرار، الباحث في شأن استراتيجي، شكرا جزيلا لهذا الإثراء، وشكر كثير لحضرتك لهذا البيان الأستاذ دريد توفيق الخبير في شؤون الانتخابات، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.